أنا سعود، كيف حالك؟ وأنا الله وغيب يسعدك، سعود؟ وينك انت مختفي؟ أجود، أنت اللي مختفي وينك؟ ماني معك. وش اللي انت سويته يا مجرم؟ والله ما سويت أي شيء. اشو؟ أدخل جولة، قاعد يرسلوا لي هذول. ادخل جولة، وش انت مسوي؟ إيش سويت أنا؟ قل لي. يعني انا ادري، شوف دقيقة، الواحد اللي ابغى التوثيق، انا ادري انك تحس ان التوثيق بالطريقه ذي، انت خربتها مره. يعني وش شباب اشوف حاطينك حقين ذولي حقين السناب اللي يقولون كذا، السلام عليكم ورحمه الله، يوم جابنا واحد مخيس عمره 45، لقد جاب العيد. انا شفت المقطع قلت انا يا لعنة، يوم شفت ظروفك كذا حاطينك في الاخبار، قلت هذا اللي انت بيه. لا انا سويت محتوى. انا ايش اللي ذا؟ ايش بلاك علي اليوم؟ سويت محتوى ان انا منقطع بندين عشان مشاهدات، والناس خذوا فكره غلط. يعني انت ما يهمك ذا الشيء؟ ايوه انا سويت محتوى عشان مشاهدات، والناس خذوا فكره غلط. يعني اخر حركه صارت صدق ولا خطأ؟ تكفى قول خطأ. لا خطأ. بيض الله وجهك، والله اني داري ان وجهك وجه رجاء، اقسم بالله اني داري انك مظلوم على الطلاق، اني داري انك مظلوم في ذمتي. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك يا طير شلوى، بيض الله وجهك، ريحتنا. اول لا بيض الله وجهك، بيض الله وجهك يا بهدي، يا بهدي، بيض الله وجهك. الحمد لله ريحت، ريحتنا كلنا. انا قاعد اقول لك وقف ونرجع، وقف كل شوي ونرجع، المقطع اللي صار اول لا غلط مو صح. الحمد لله.